الحمد لله رب العالمين، حمدا يكافئ نعمه ومزيد عطائه، لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، علانيته وسره. نحمدك في السراء والضراء، نحمدك على الإسلام، ونحمدك على القرآن، ونحمدك على الصحة والزوجة والولد. اللهم إنا نسألك أن تديم علينا نعمتك، وأن توفقنا لشكرك عليها، ونسألك دوام النعمة والشكر على النعمة، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء. وأشهد أن لا إله إلا الله، له أسلمنا وبه آمنا وعليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. العز كل العز في طاعته، والذل كل الذل في معصيته وفي البعد عنه. فاللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك، واعصمنا اللهم من كل ما يغضبك علينا، فكما كنت لنا ربنا كما نحب ونرضى، فاجعلنا اللهم لك كما تحب وترضى. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور سيدنا محمد، نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار وحبيب الله المختار، الذي بلغ العلا بكماله وكشف الدجى بجماله، وعظمت وحسنت وكملت وجملت جميع خصاله، فصلوا جميعا عليه وآله. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة في الله، أحبابي في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نلتقي اليوم في هذه المناسبة الكريمة المباركة، والتي أسأل الله تبارك وتعالى فيها للعروسين بالتوفيق والمحبة والمودة، وأن يجعل الفرحة والسعادة في بيوتنا وفي أولادنا جميعا. اسمحوا لنا أن نقف مع منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بناء الأسرة الإسلامية. وبناء الأسرة أساس لبناء المجتمع، فإذا ما صلحت الأسرة واستقرت واستقامت على منهج الله ورسوله، أصبح هناك مجتمع عظيم يقوم على أساس من المودة والمحبة والتآلف، ليس بينهما فرقة ولا تناحر ولا شقاق. وبناء الأسرة ليس مجرد زوجة نختارها لزوج ليفرغ شهوته فيها، ليس ذلك هو الأصل وليس ذلك هو الأساس، إنما هو عمارة الكون بذرية صالحة نؤسسها على منهج قويم سليم مع
من أب يعرف الله ورسوله ومن أم تقيم حدود الله في بيتها، فلا تعصي الله في زوج ولا تقصر في حق ولد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة. وما هي الباءة؟ هل هي القدرة المادية فقط؟ لا. هل هي القدرة الجسمانية فقط؟ لا. هل هي القدرة العقلية فقط؟ لا. إنما لابد من توافر كل ذلك، قدرة مادية لتنفق أنت على زوجتك، فالله لم يجعل لك القوامة على زوجتك إلا بشيئين ذكرهما القرآن: الرجال قوامون على النساء بالعافية. كلمتي تتسمع غصب عنك؟ لا أبدا والله. إنما القوامة أنت تستحقها بشيئين: بما فضل الله بعضهم على بعض، عقلك أكبر، قلبك أكبر، قوة تحملك أكبر، أنت تصبر وهي ربما لا تصبر، أنت تتحمل وربما هي لا تتحمل، أنت تفكر وتحسن القيادة وربما هي كانت أقل منك شأنا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وبإيه؟ وبما أنفقوا من أموالهم. فبالله عليك، لو كان الرجل ليس له عقل يفكر به، والمرأة تعمل وتطعم زوجها وهو يجلس في البيت ويقول لها: أنا زوجك ولازم تسمعي كلامي، بأي شيء تستحق ذلك؟ ما الذي قدمته لتكون لك الكلمة ويكون لك الأمر والنهي؟ الإسلام يعطي لكل ذي حق حقه، فلو كانت المرأة هي المدبرة وهي المفكرة وهي المنفقة فقد أصبحت لها القوامة على الرجل، وحق للرجل أن يسمع كلامها. ومن هنا قال النبي: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. اسمع الحكمة من الزواج: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فإن لم يتحقق ذلك فيك أيها الرجل المتزوج فما زلت ناقصا. فالمتزوج الذي ما زال ينظر إلى الحرام وتشتاق شهوته أن يفرغها في الحرام، فهل منعه الزواج وعفه عن الوقوع في المعصية؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. هل الرجل فقط؟ إنما للمرأة أيضا. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ودي نقطة نتوقف عندها. القرآن قال: إلا ما ظهر منها. قال العلماء: الوجه والكفين. فمن أوجب الخمار على وجه المرأة فهو يشرع ما لم يشرعه الله. لا نحرم، إنما جائز، إنما لا تقول حتما لابد أن تختمر المرأة، بدليل أن المرأة في الحرم وهي في أعظم طاعة مع الله تبارك وتعالى لا يجوز لها أن تغطي وجهها، وإن فعلت ذلك فعليها دم.
تشريع حتى لا يكون هناك مشقة. اوعى تعتقد ان العفة في غطاء الوجه، العفة في الخلق، في الأدب، في الحياء، في الصلاة، في الالتزام، في أن المرأة إذا ما تكلمت تكلمت بأدب، وإذا ما مشت مشت بأدب. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، وكأن الحياء يحيط بها في كل حركاتها، فقد قال القرآن: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. إذا ما مشت المرأة لا تضرب بقدمها في الأرض فيهتز جسدها فتظهر مفاتنها. الحياء يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع ينفس عن نفسه ازاي؟ يتفرج على الانترنت، يشاهد ما حرمه الله؟ لا، هناك علاج، هناك دواء، هناك خاصية تحجم تهيج الشهوة فيه. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وقاء، وجاء، حماية، حصانة يمنعه من أن يجري الشيطان منه مجرى الدم من العروق. فضيقوا عليه مجاريه بالصيام. اللي بيصوم العروق بتاعته بتضيق، فلا تصبح هناك تحرك للشهوة فيه. هذا هو منهج سيدنا رسول الله إلى الشباب. فإذا ما أردت أن تختار فلا تنظر إلى مال وفقط، فالمال يزول. وإذا ما أردت أن تتزوج فلا تنظر إلى جمال وفقط، فالجمال يزول. وإذا ما أردت أن تتزوج فلا تنظر إلى حسب ونسب، فكل ذلك يفنى والله هو الغني. أما أتزوج مين؟ سيدنا النبي قال: تنكح المرأة لأربع، المال ماشي، الجمال ماشي، الحسب والنسب ماشي، لكن أنت عاوزنا نتجوز مين يا سيدنا النبي؟ فاظفر، الحق، امسك وتشبث بوحدة عندها دين تربت يداك، يعني التصقت بالتراب إن لم تفعل ذلك. يعني ايدك والارض ان ما خدتش اللي عندها دين هتزلك. ان خدتها عشان المال تقول لك انت يا فقير يا غلبان احمد ربنا اللي رضينا بيه. انت يسمر يا وحش احمد ربنا اللي واحدة حلوة زي رضية تتجوزك، تمن عليك بجمالها. انت يا اللي من عيلة نص نص احمد ربنا ان رضينا نسبكم. مين اللي قال الكلام ده؟ قال صلى الله عليه وسلم: من تزوج امرأة لمالها لم يزده الله الا فقرا، ومن تزوج امرأة لجمالها لم يزده الله إلا دناءة. فالجميلة في الأجمل منها. الله، ده حلوة، ده في أحلى منها، عايز اتجوز تاني، عايز اتجوز ثالث. الله، ومن تزوج امرأة لحسبها ونسبها لم يزده الله إلا ذلة. ومن تزوج امرأة ليعف بها نفسه ويحصن بها فرجه ويصل بها رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيها. الدين الذي نريد أن نقيمه في بيوتنا، أصبحنا ننظر إلى مقاييس الجمال في الشكل.
ولا ننظر إلى جمال الروح وجمال الخلق. ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خير له من زوجة صالحة إن أمرها على عيني وراسي أطاعت. تؤمر يا سيدي، هو ما قالش لها أنا سيدي، هي سيدته بخلقها، سيدته بأدبها، سيدته بتربيتها. إن أمرها أطاعت، وإن أقسم عليها. تقول له أنت بتحلف علي طلاق، طب طلاق على طلاقك من عمله. وإن أقسم عليها أبرت، وإذا نظر إليها سرت. مش قالت له أعمل إيه، عمال أرضع والعيال ومن المطبخ للشغل وهدومي وسخة وهدومي. طب إذا ما جاء الرجل يطلب زوجته لابد أن يراها كالوردة، يشم رائحتها طيبة، يشم نفسها طيبة، مش ريحة البصل والثوم مغطية الهدوم طول النهار وتنام بيها. ما هو دي اللي خلى محكمة الأسرة مليانة. لو أعطت المرأة حق بيتها وحق أولادها، ثم في نهاية اليوم عرفت إن في حق لزوجها، ما كان هناك نفور ولا شقاق. وتخانق زي ما تتخانق طول النهار، بس لما تنام وتنسى اللي حصل طول اليوم وتأخذ زوجتك في حضنك، نسيت كل ما مر عليك طول اليوم. كنت أرى أبي يتناقش مع أمي، وفي الصباح أجدها تعد لها الطعام، تعد له الطعام وهي مبتسمة. فبقول له إيه يابا، يعني الخناقة اللي كانت من ساعتين ثلاثة دي راحت فين؟ قوم يطبطب عليا كده ويقول لي بكرة تعرف الراجل بيصالح امراته ازاي. يعني ده علاج ودواء، مش محتاج صيدلية، مش محتاج مصلحين، ده محتاج قلب كبير وعقل كبير. إن اللي فات مات وتبات نار تصبح رمام. لا أصلها قالت امبارح وقالت الأسبوع اللي فات، وأنت بتدور في الدفاتر السودة ليه؟ إن كرهت منها خلقا رضيت منها خلقا آخر. زوجتك حلوة بنسبة قد إيه؟ قال بنسبة 80%. يا أخي ما أنت فوق الجيد جدا أهو. 20% هيضيعوا 80%. وفي ناس عندهم زوجتهم 99%، يقول لك هي 100%. بس بتتنرفز شوي. يا سلام، عشان نرفزتها بقت سيئة وتتطلق ويتخرب البيت. أصبحت مشاكلنا في الحياة تنعكس على علاقتنا بزوجاتنا. يبقى زعلان مع زميله في الشغل ويجي يطلع همه في مين؟ في مراته. قاعد مع صاحبه على القهوة وعشان يتناقشوا مع بعض يجي يقول لها روحي في مناخيري، إن كلمتيني هرمي عليك اليمين. بيبيع وبيشتري في السوق أو في الدكان بتاعه ويقول علي الطلاق، ومراته اللي تدفع الباب. ذنبها إيه؟ ذنب ايه الست اللي بتؤدي حق زوجها وبيتها على اكمل وجه؟ انك انت اللي تدفعها تمن ليس لها ذنب فيه. هذا من سوء خلق الزوج. ولذلك مسؤوليتنا قبل ان ازوج ابني علي ان اعلمه وان اوجهه.
ومسؤوليتي قبل أن أزوج ابنتي أن أرشدها وأن أعلمها وأن أحصنها عشان تحافظ على بيتها. الإسلام قال لك البنت طولت ما هي في بيت أبوها وأمها فقد وجب عليها السمع والطاعة للأبي والأم. اسمع. 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 فإذا ما تزوجت أصبح السمع والطاعة لزوجها مقدم على السمع والطاعة لأبيها وأمها. ربما الناس يقولوا الشيخ ده جاي يبوظ لنا الأفكار اللي متعودين عليها، بس أنا ما بقولش كلام من عندي. بنتي تسمع كلامي وكلام امها طولت ما هي عندي في البيت، فاذا ما ذهبت لزوجها اصبح السمع والطاعه لزوجها مقدم على السمع والطاعه لابيها وامها. لان النقطه ديت يا اسيادنا هي اللي بتعمل مشاكل. أبويا قال لي تعالى، وجوزي قال لي لا أنا هسمع كلام أبويا. أمي قالت لي سيب البيت وتعالى، فأسيب بيت جوزي وأولادي وأروح، ودي سبب مشاكل كتيرة جدا بتحصل. تعالوا بقى شوفوا منهج سيدنا النبي عمل إيه في الكلام ده. رجل في عهد رسول الله خرج وقال لزوجته الزمي بيتك فلا تخرجي حتى أعود، فجاء لها من يقول لها إن أباك في مرض الموت تعالي لتعودي، فقالت إن زوجي أمرني أن لا أخرج، فجاء لها من يقول لها إن أباك في سكرات الموت فقالت إن زوجي أمرني أن لا أخرج، فجاء لها من يقول لها إن أباك قد مات فتعالي لتشيعيه وتنظري إليه نظرة الوداع، فقالت إن زوجي أمرني ألا أخرج. فلما رجع الزوج حكت له الزوجة، قالت له حصل كذا وكذا وكذا، فقال لها هيا بنا نذهب إلى رسول الله، ده شكلك كده وجعت في مصيبة كبيرة، نشوف سيدنا النبي هيقول لنا إيه في الموضوع ده. تعرفوا سيدنا النبي ماذا قال لها؟ نظر إليها وابتسم ابتسامة الرضا والسعادة فقال لها إن الله قد غفر لأبيك بسبب طاعتك لزوجك، لأنه عرف يربيك، عرف يربيك. والأب اللي يعرف يربي بياخد ثواب ذلك. انت تربي الولد الصالح تأخذ أجره وثوابه، فلما قال القرآن وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قال العلماء إن الولد والبنت من سعي أبيه. أولادك من سعي، من علم ومن ربى ومن لبس ومن أكل ومن شرب أنت. فلما ابنك يكون صالح تأخذ ثوابه، وبنتك لما تبقى صالحة تأخذ أجرها، مش كده؟ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ثم اسمع، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم، يعني وما أنقصناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، أو كما قال ادعوا الله تبارك وتعالى. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم، آمين. مفهوم إسلامي لابد أن نرسخه في عقول شبابنا وبناتنا. علينا أن ندين بالحب لمن كانوا سببا في سعادتنا. أنت كرجل ربنا بعت لك زوجة صالحة محترمة، أحب مين أكتر؟ أحبها أكتر ولا أحب أبوها وأمها اللي كانوا سبب في الهدية دي؟ بلاش أكتر وأقل، خلي حبك لحماك وحماتك ما يقلش عن حبك لمراتك. مشكلتنا الحمى حم، ويا أنا مش خايفة من حاجة غير إنها تروح تقع في إيد حمى تعمل مش عارفة. خرجت من يد أم ذهبت ليد أم أخرى، سلمتها أم ليد أم وسلمها أب ليد أب. سيبك من حكاية حماية وحماتي، تعرف لو فهمنا أبويا وأمي هتتشال الحواجز دي كلها. مين دي؟ أبويا. مين دي؟ أمي. مفيش حاجة اسمها حماية وحماتي. أنت لما تعرف ان حماتك تعبانة قبل ما مراتك تقول امي انت تقول ده دي امي، انت اللي تجري عشان تداويها وتسأل عنها. كل ذلك ينعكس حبا في قلب زوجتك عليك. ده مش بيحبيني بس، لو بيحب امي وابويا زيي واكثر مني، قم هي تعوض ذلك حبا وحنانا فيك. مش كده؟ العجد والمشاكل اللي موجوده في قلوبنا اساسها ايه؟ اوعي تديها ريك حلو، اوعي تسمعي كلام، اوعي تنوليها كوبايه مي، اوعي مش انت مش راح خدام الحد. يا سيدي يا سيدي، كلنا نخدم نعمة الله علينا. أنا بخدم النعمة، البيت الكريم اللي ربنا حطني فيه، فلا بد أن أحافظ عليه بكل ما فيه. كل الموجودين لابد أن يشعروا بالسعادة، إن اللي جاية دي ألفة ألفت بين قلوب الإخوة وبين قلب الصغير والكبير، أحبت هذا وأفاضت على ذلك، لذلك يحترم تراب قدمها. عايزين نغرس المعاني دي، والكلام ده أنا بقوله لأولادي. من هنا يعلم الرجل أن وضع اللقمة في فم الزوجة لك بها صدقة. اوعى تفتكر ده بيقلل شأنك، ده انت بترضي ربنا أولا وبتستجلب عطف وحنان زوجتك ثانيا. الحتة الحلوة وانت بتاكل كده الحتة اللحمة اللي في الطبق لما عينك تستحلاها، يا سلام، لما تقول انا شايف دي حلوة بس ما تخشش بقي، انا لا تخش بق مراتي حبيبتي، هي برضو هتدور لك على الحتة الحلوة وتحطها لك في بقك. بيوت أسسها النبي صلى الله عليه وسلم على أساس من المودة والمحبة والاحترام. وشوفوا كان سيدنا النبي بيحرم نفسه عشان يرضي زوجته، ونزل القرآن ليقول يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. تبتغي مرضاة أزواجك. يحرم سيدنا النبي نفسه مما أحله الله له عشان يا اخوانا عشان يطيب خطر زوجته.
جاء سيدنا النبي يوم من بيت إحدى زوجاته إلى السيدة عائشة وكانت غيور. سيدنا النبي أحبها حب كبير قوي، لكن كانت أكتر واحدة بتغار في زوجات النبي سيدة عائشة. تقول: والله ما غرت من أحد من زوجات النبي أكثر من غيرتي من خديجة. خديجة دي ماتت قبل حتى ما تولد السيدة عائشة. طب انت بتغاري منها ليه وهي ميتة؟ قالت: لكثرة ذكر النبي لها. يقعد يجيب سيرتها وكأنه ما اتجوزش غيرها. فقالت له: لقد أبدلك الله خيرا منها بكرا يا رسول الله. قال لها: والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وآوتني إذ طردني الناس، ورزقني الله منها الولد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يهش ويبش لصويحبات السيدة خديجة، فكانت إذا أتت إحداهن لرسول الله كان النبي يخلع عباءته ويفرشها ويجلسها عليها ويقول: إنها كانت تأتينا أيام خديجة. برا ووفاء بالزوجة ما تنساش. فلما سيدنا النبي دخل على السيدة عائشة كده وعرفت انه كان عند واحدة من زوجاته وكل عندها عسل، كل عندها ايه؟ مش بصل، كل ايه؟ فلما جه يجرب منها كده قالت له: ابعد عني فاني لا احب رائحة العسل. انت بتتلككي، هو العسل ريحته وحشه، ده احنا بنقول عسل ما بنقولش بصل. قال لها: طب عشان خاطرك والله لا اكل العسل بعد اليوم. سيدنا النبي بيحرم على نفسه العسل عشان يرضي مين؟ يرضي زوجته. يا حبايبنا، يا اسيادنا، يا ابهاتنا، شوفوا سيدنا النبي الرحمه. يا أيها النبي، ليه بتحرم على نفسك ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك، والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله مولاكم وهو العليم الحكيم. كفر عن اليمين بتاعك وكل عسل واشبع، تحرم نفسك من نعمة كبيرة زي كده ليه؟ ثم يوجه الكلام إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه، هتعملوا عصابة عليه، اعرفوا مين اللي هيقف قدامكم، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، عسى ربه إن طلقكن. وده معناه ايه؟ مين اللي بيجوز النبي؟ الله. ومين اللي يقول له طلق؟ الله. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. ومعلومة لغوية، قال مش معنى هنا جاب و اسمع مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات، يعني عند السبعة وما زاد عن ذلك لازم يتحط ايه؟ واو. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، ويقولون سبعة وثامنهم. يبقى بعد سبعة بيضاف كلمة الايه؟ الواو، عشان تعرف ايه الحكمة في كلمة ايه؟ وأبكار. وبعدين عشان تفصل ما بين كلمة ثيبات وأبكار، لان ما ينفعش اقول ثيبات أبكار، لان السيب لا تكون بكرا والبكر لا تكون ايه؟ سيبا. صلوا على رسول الله.
ما زال الكلام كثير، ولكن أخاف أن أشق عليكم. ما زلت أطمع في أن تكون بيوتنا بيوت إسلامية فيها الحب، فيها الرحمة، فيها أن يتجاوز الإنسان عن زوجته كما يتجاوز مع أصدقائه. إيه عم صاحبك دي كان بيزعج لك امبارح، اشمعنى النهاردة ماشي مع أصل حبيبي وما اقدرش استغنى عنه؟ يا سلام، صاحبك ما تقدرش تستغنى عنه، إنما مراتك من السهل جدا إنك تقول لها مع السلامة واتجوز عليك. يا أخي تجاوز واغفر كما تغفر لأصحابك، حبايبك وأصحابك اللي ما تقدرش تستغنى عن القعدة معاهم، ما تستغناش عن زوجتك، حافظ عليها. ولذلك لما واحد من الصالحين زوجته غلبته قوي واشتكى منها لطوب الأرض قوي، فواحد بيقول له طلقها واسترح منها، قال والله أخاف أن أطلقها فيبتلى بها غيري، فإني أصبر عليها ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. حتى خايفين البلوى بتاعتهم تطلع تروح لبيت تاني، فناس عندهم أدب وحب مع الله تبارك وتعالى. أسأل الله بالجلال والإكرام أن يبارك لكم في زوجاتكم، وأن يبارك لكم في أولادكم، وأن يبارك لكم في صحتكم وعافيتكم. اللهم إنا نسألك أن تبارك في أولادنا ببركة القرآن، وأن تسعدنا فيهم يا ربنا ببركة القرآن. اللهم لا تشمت بنا ولا بهم أحدا من خلقك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إني أسألك للعروسين دوام المحبة والذرية الصالحة. اللهم وفق بينهما ولا تجعل للشيطان عليهما من سبيل. اللهم حصنهما بحصنك الحصين، واحفظهما من كل شيطان رجيم، واحفظهما من شياطين الإنس والجن أجمعين بحولك وقوتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنزل على بلادنا البركات والنفحات. اللهم صب الخير على بلادنا صبا، واجعل اللهم عيشنا رغدا ولا تجعل عيشنا كدا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، وأكرمنا وأنت أكرم الأكرمين، وارحمنا وأنت أرحم الراحمين، وحسن أخلاقنا فأنت الله أحسن الخالقين. اللهم إنا نسألك حسن الختام وشفاعة سيد الأنام، واغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واكثروا من الصلاة والسلام على حضرة النبي يشفع لكم، وأقم الصلاة.